السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة هبة من أكاديمية الميقات الإسلامية. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في درس البتراء، حيث أننا تحدثنا عن مكانتها وعن أهم المعالم التي نجدها في مدينة البتراء، وأيضا تحدثنا عن أهمية مدينة البتراء السياحية وآثار مرور الزمن على هذه المدينة. انتقلنا الآن إلى الفقرة الأخيرة، وتعد رياضة المشي من أبرز النشاطات التي يمارسها الزائرون في البتراء، إضافة إلى تسلق الجبال وركوب الخيل والجمال والتصوير الفوتوغرافي والرسم ومشاهدة شروق الشمس وغروبها. نجد هنا أن الفكرة الرئيسة في هذه الفقرة تتحدث عن أبرز النشاطات التي يمارسها الزائرون في البتراء. تعد رياضة المشي إذن من أبرز النشاطات. تعد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، ورياضة هنا نائب فاعل لأن الفعل تعد مبني للمجهول وهو مضاف، والمشي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. من أبرز من حرف جر، وأبرز اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. هنا نجد أن النشاطات معرفة سبقت بنكرة فتعرف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. النشاطات التي إذا جاء اسما معرفا بأل وتبعه اسما موصولا يعرب الاسم الموصول نعت. إذا جاء اسما معرفا بأل وتبعه اسما موصولا يعرب الاسم الموصول نعت. فهنا هذا الاسم المعرف بأل أعرب مضاف إليه مجرور، إذا التي نقوم بإعرابها اسم موصول مبني في محل جر نعت. ننتقل إلى يمارسها. يمارس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والضمير الهاء، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم لأن الهاء من ضمائر النصب اتصلت بالفعل. أما الزائرون تقدير الكلام يمارس الزائرون النشاطات، إذا الضمير الهاء عائد على ماذا؟ على النشاطات. إذا الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، والزائرون فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إضافة إلى تسلق الجبال إلى حرف جر وتسلق اسم مجرور وهو مضاف، والجبال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وكذلك الأمر في الخيل مضاف إليه مجرور، ومشاهدة شروق الشمس أيضا الشمس مضاف إليه مجرور، وغروبها نجد هنا بغروبها أن الضمير الهاء اتصل باسم، فإذا اتصل الاسم بضمير يعرب الضمير ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذا اتصل الاسم بضمير يعرب الضمير ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الآن استخرجي من الفقرة السابقة فعلا مضارعا تعد ويمارسها. فاعلا مؤخرا الزائرون، جمع مؤنث سالما النشاطات. أيضا يمكن أن نستخرج جمع مذكر سالما الزائرون. مضافا إليه المشي والنشاطات والجبال والركوب والشمس والضمير الهاء في غروبها. وهنا عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة.